حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. دعا رئيس الحكومة محمد السوداني إلى ما سماه الصبر ليكون لدى العراق نظام مصرفي رصين، معتبرا رفع قيمة الدينار مقابل الدينار دعوة لتزويد المهربين بالمال على حد وصفه. وبرر السوداني استشراء الفساد بأن العراق لم يكن لديه تبادل تجاري أو مؤسسات ومصارف قبل عام 2003 بسبب الحصار والحروب على حد تعبيره، فيما حمل التجار مسؤولية تعاملاتهم المشبوهة واضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء بدلا من البنك المركزي للحصول على الدولار في تأمين مبالغ بضائعهم المستوردة. أكد اقتصاديون الحاجة لإجراءات من قبل وزارة المالية للسيطرة على سعر الصرف من خلال ضبط المنافذ الحدودية ومراقبة أسعار بيع المواد المستوردة بالسعر الرسمي. وأشار الخبراء إلى أن الفوضى وعدم الانضباط المالي والتهرب من دفع الضرائب عوامل تدفع باتجاه استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، داعين إلى إجراء دراسة تحليلية حول من يقوم بشراء الدولار من السوق النظامية وأسباب عدم دخوله إلى المنصة الإلكترونية. أكدت تقارير صحفية أن سيطرة الأحزاب السياسية والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هما اللتان أسستا لفشل المنظومة الاقتصادية في العراق. وذكرت التقارير أن خبراء اقتصاديين انتقدوا سيطرة الأحزاب المتنفذة على قرارات البنك المركزي، وشددوا على أن الخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة ب 132 ألف دينار مقابل 100 دولار، لأنها كلفت العراق خسارة بأكثر من 9 تريليونات دينار، وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيرة. اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر الحكومة في بغداد بالتنصل من الاتفاقات، مؤكدا ترحيل أزمة مستحقات كردستان العراق إلى العام المقبل. وحمل صالح الحكومة في بغداد مسؤولية أزمة رواتب المواطنين في كردستان العراق لأنها لم تلتزم بالاتفاقات وتفرض شروطا تعجيزية، مضيفا أن الحكومة رحلت جميع المشاكل وقضية إرسال حصة كردستان العراق من الموازنة إلى عام 2024، مشيرا إلى أن ذلك غير مقبول بسبب الالتزامات التي تقع على عاتق كردستان العراق وخاصة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 3 أشهر من العام الحالي. وفي خبرنا الأخير، خفضت وكالة الطاقة الدولية التوقعات على الطلب على النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري، لكنها رفعت توقعات الطلب على الخام خلال عام 2024 مع استمرار التباطؤ بصفة عامة. وقالت الوكالة إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2,300,000 برميل يوميا ليصل إلى 100 مليوني برميل يوميا بنهاية العام الحالي مقابل توقعات الشهر الماضي والبالغة 2,400,000 برميل يوميا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.